من ساعة ما ماتوا ربنا عوضني بيك عنه. لا أنا قادرة شايل هم الجدي ولا قادرة أشيله لوحدي. قلت لك 100 مرة ما بعرفش آكل غير بالحاجة الساعة. عيش خدامة في البيت ده بالثانوية العامة ولا عيش عند فهيم جارية بالبكالوريوس؟ ناقصك إيه يعني علشان تعيش شبابك زي بقية خلق الله؟ أمال يا ابني كنت فاهمها إني بحبها زي ما بتحبني. شفتوا يا وفاء؟ جالي المطعم برجليه. تفرقا واجتمعا بعد سنين طويلة. عن البنت اللي اتولدت على إيدك من 23 سنة واللي أنقذت حياتك من 18 سنة. الراجل استأمنك على بنته وانا ما كنتش فاكر انك هتسيب نوها عشان تلحق جميله. عشان تعرف ان مش انت بس اللي شاطر. يبقى انت في حد تاني في دماغك يا بنت. لا ابدا والله. واضح ان ذكائك هيتعبني قوي. يشعر بعاطفه قويه تدفعه اليها. لاني بحبك فعلا يا جميله. جميله انت الحب اللي فضلت محوشه 18 سنه جوايا وانا مش واخد بالي. ليه نسيب بعد ما صدقنا ان احنا نتقابل؟ كمان كتير ما بقناش نحس ببعض. قربت تفهمني على فكره. كانت نفسها تشوفك وانت فرحان بالخبر. الحب الذي بحث عنه كثيرا. غريبة اني شفتها صدفة في اسكندرية. بس يظهر ان الواد ادم ده رجع في تاني يحوم حواليها. قالت له ياخد باله منك لان انت انسان ما بيحبش غير مصلحته وبس. هعمل ايه بس فريدة؟ دول 100,000 جنيه. ربنا كريم يا جميلة. وقدر يعوضك عن ادم. امل تعودت الا تفقده ما دام قلبها ينبض بالحياة. خطوبة آدم قربت وهو شغلني معاه طول الوقت غصب عني. هنسافر بره وهتعملي العملية ونظرك هيرجع لك. انت عمرك ما رسمتي حد قبل كده؟ يمكن ما كنتش عايزة أطبخ نفسي بالعيال من دلوقتي. عاشت بحبه وكأنه خلق لها وخلقت له. بس يا ترى ليا حق فيك انت كمان؟ احنا الاثنين لينا حق بعض. آدم صعبان عليا. لا عارفة أشوفه ولا عارفة أكلمه ولا حتى عارفة أشرح له أنا إيه اللي مانعني عنه. وهكره نفسي لو فضلت أحبك بعد كل ده. لازم اختار بسرعة. قصة حب قوية. حضرتك عايز نشهة تزور؟ عايزة تمسك عليها فرصة عشان تنتقم مني. انت مشاكلك ما بتخلص. انا بمثل يا احمد. دي حاجة بقت تقرف. اخره يتسلى بيها يومين وبعدين يرميها. هي جميلة يا ادم. عنيدة عناد كل اعدائها. اسأل الهانم ماشية مع مين من ورانا. ايه اللي دخلك اوضتي وبتفتش على ايه؟ وجميلة بقدر ما هي مستحيلة. آدم وجميلة. هو ده الحب يا وفاء. إنك تحسي إن الدنيا دي كلها ما فيهاش غير راجل واحد اتخلق عشانك وإنتي اتخلقتي علشانه. لكن أنا وآدم هي دي اللي صعبة. آدم وجميلة لقاء ينتظرك كما تنتظره.